معانا الآن سعادة السفير أخ أحمد حسن المتحدث مساعد وزير الخارجية الأسبق، وإحنا دلوقتي بنتكلم عن الندوة العظيمة وكلمة سيادته العظيمة عن القضية الفلسطينية، وعن إن شاء الله بإذن الله دول العربية غزة هتنتصر، والمقاومة الإسلامية والمقاومة هتنتصر، ومصر زي ما قال فخامة الرئيس السيسي لم تسمح بتصفية القضية الفلسطينية، وإن شاء الله المستقبل هيبقى يعني مضيء باتحاد الدول العربية وإقامة الدولة الفلسطينية، والعالم كله العالم كله مع القضية الفلسطينية، ومصر بقيادتها وشعبها مع القضية الفلسطينية. وكلمة الأستاذ سعادة السفير أخ أحمد حسن، وأنا مهندسة استشارية منى عوض رئيس مجموعة البنيان للتواصل العلمي والإنساني، واللي معانا دلوقتي بيسجل المهندس ممدوح بدوي وكيل المجموعة للتواصل العلمي والإنساني، ومعانا سيادة السفير اللي شرفنا بمحاضرته القيمة العظيمة. اتفضل حضرتك. يعني هو بالنسبة لعملية طوفان الأقصى دي حققت عدة أهداف. أول هدف إنها أشعرت إسرائيل والدول المؤيدة لها وبالذات الولايات المتحدة الأمريكية إن إسرائيل ليست عصية على إن مجموعة مقاومة صغيرة تمس أمنها وتهزها من الداخل هزة قوية. دي النقطة الأولى. النقطة الثانية إنها جعلت القضية الفلسطينية على مدى أكثر من شهرين حديث العالم كله وفي صدر الصفحات الأولى، وعندما تشاهد الشعوب الأوروبية ما تقوم به إسرائيل من مذابح وتدمير منازل بدأوا يهتموا بالقضية الفلسطينية وينظروا إلى الشعب الفلسطيني في غزة بتقدير وإعجاب، كيف يصمد هذا الشعب ويسيرون في الشوارع مكشوفين بدون أي غطاء، ويعودون في تحدي إلى المنطقة اللي دمرتها إسرائيل في منطقة جباليا، وتطلق منها صواريخ من منطقة جباليا على تل أبيب. فهذا كله بيوضح أن المقاومة ليست مجرد أنها مرحلة، أو مجرد حتى لو إسرائيل قدرت أنها تتغلب عليها ستقوم من جديد ومن جديد ومرات عديدة لحتى تحصل فلسطين على حقها في تقرير المصير وإقامة دولة فلسطينية على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وهذا مطلب لا مفر منه، ولن تعيش إسرائيل في سلام وأمان بأي حال من الأحوال ما لم يتحقق قيام الدولة الفلسطينية. بنشكر حضرتك جدا، وتحية لهذا الصالون اللي احتفى بوجود وعودة الأستاذ الدكتور صديق عفيفي اللي هو رئيس الصالون، وأستاذ دكتور محمد البنا الأمين العام، وسعادة السفير الشخصية العظيمة سعادة السفير الأخ أحمد حسن، والروح الوطنية الجميلة والشخصيات الكريمة اللي كانت موجودة على المنصة والمداخلات الوطنية، وتحيا مصر. نبتدي أقول كل سنة وأنتم طيبين، النهاردة أول طوبة، وطبعا في غزة بيبقى درجة البرودة بالليل بتوصل لـ8 درجة الحرارة، في ناس عايشين في العراء وملهمش لا صرف صحي ولا مياه ولا أدوية ولا علاج ولا حتى أكل، ياخدوا وجبة واحدة في اليوم. فدي يعني إحدى النتائج العدوان الغاشم الإسرائيلي. لماذا عملية طوفان الأقصى؟ يعني ناس كتير بتتساءل هل كان من الضروري أن تقوم المقاومة الفلسطينية، لأن هما ما هياش حماس وحدها، في 6 منظمات أخرى مع حماس. يعني ليست حماس لوحدها. فهي المقاومة الفلسطينية في غزة قامت بحركة أو بعملية طوفان الأقصى. لماذا؟ لأن الأفق السياسي انسد تماما. من توقيع اتفاقية أوسلو في 1993 سبتمبر 1993 إلى الآن، مفاوضات ولقاءات واقتراحات كلها لإدارة القضية وليس لحل القضية. 30 سنة بالضبط. وفي ظل 30 سنة استطاعت إسرائيل
ان توسع المستوطنات بحيث انها وصلت الان في الضفه الغربيه الى 500,000، وكذلك تتوسع وتبني مستوطنات جديده، تهويد القدس، اضعاف السلطه الفلسطينيه. فبالتالي المقاومه الفلسطينيه وجدت ان ده طريق مسدود او سيعطيهم بالفتات وليس اقامه الدوله الفلسطينيه. لان قرار التقسيم اللي صدر في نوفمبر 1947 باقامه دولتين، اسرائيل يعني طولت على الاراضي الفلسطينيه واخذت منها 72% من فلسطين التاريخيه. اضطرت منظمه التحرير الفلسطينيه انها تقبل في اتفاق اوسلو التنازل عن اجزاء كبيره جدا وتقبل حدود 1967، ومع هذا لم يتحقق اي شيء. فبالتالي كان لابد ان تقوم المقاومه ازاء عمليات الاقتحامات المتتاليه للضفه الغربيه والقتل والاعتقال وايضا الاعتداء على غزه وتدميرها 4 مرات، ولا يسمح باعاده الاعمار بسهوله. يعني لسه اثار تدمير 2021 و2014 وكل مراحل التدمير ما زالت موجوده. كل ده جعل في حاله لابد من العمل العسكري. وظهر في الضفه الغربيه في كتائب جنين وايضا مجموعه اخرى اسمها عرين الاسود. فدول موجودين في الضفه الغربيه، ودول اعتقدوا ان العمل المسلح هو الاساس في وسط خلافات ما بين منظمه التحرير وحركه حماس وحركه الجهاد الاسلامي، وما بين خلافات داخل منظمه التحرير الفلسطينيه. طب يعني العمليه دي هتاخد ايه؟ يعني لماذا هذا الرد الفعل العنيف من جانب الدول الغربيه وجانب الولايات المتحده الامريكيه واسرائيل؟ هذه العملية اخترقت سور بنيته اسرائيل يكلف $1,000,000,000 على امتداد 40 كيلو متر، مجهز باحدث وسائل الاستشعار واحدث الكاميرات، ومعمول ب 10 امتار او 15 متر تحت الارض بحيث ان هو يرصد الانفاق ويرصد اللي فوق الارض. في ابراج حراسه مجهزه برشاشات تدار اوتوماتيكيا من داخل المركز، يعني مش ضروري يكون عسكري موجود فيها. بعدها في يسمى غلاف غزه في مستوطنات اسرائيليه، في كتيبه عسكريه تحميها. في عدد كبير من المستوطنين متدرب على السلاح لانه احتياطي في الجيش الاسرائيلي. فكل هذا استطاعت المقاومه الفلسطينيه ان تخترقه وان تقوم بعمليه صادمة للأمن الإسرائيلي وللجيش الإسرائيلي. في ظرف 6 ساعات استطاعت أنها تقتل 1,200 واحد وتأسر 240 واحد وتحصل على الأجهزة الكمبيوترز والمستندات من مكتب الشباك اللي هو الأمن الداخلي ومكتب الموساد المخابرات الخارجية ومكتب وزارة الدفاع مع الكتيبة العسكرية، وتأسر عدد كبير من الضباط والجنود. فبالتالي هنا شعرت اسرائيل والولايات المتحده الامريكيه ان كل هذه التحصينات لا تحمي اسرائيل. فاسرائيل بتعيش على الامن لانها مجموعه من المهاجرين، فيها اكثر من 120 جنسيه بيتكلموا 60 لغه. فاللي بيجمعهم ان الجيش بيحميهم، هذا الجيش فشل في انه يحميهم، فده سبب هذه الصدمة التي أصابت إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، لدرجة أن وكيل المخابرات الأمريكية قال التكنولوجيا العمياء. ومجلة نيوزويك الأمريكية نشرت ملف، الملف ده بيتكلم على أن هذه العملية هتجعل جميع جيوش حلف الناتو تعيد النظر في الاعتماد الكلي على التكنولوجيا وعلى الحاجات الالكترونيه، لابد من العنصر البشري. فده تغير، يعني ده تغير كبير. البعض يقول يعني ايه قيمه هذه العمليه؟ احنا بنختلف مع حماس في رؤيتها السياسيه ومعتقداتها، ولكن لا، هذا لا يؤثر على انها حركه مقاومه فلسطينيه من اجل استقلال فلسطين. نفس بين الامرين، يعني ده شيء
ونجعل المقولة المشهورة الخلاف يفسد الود قضية. من هنا اندفعت الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا وألمانيا بحشد الصواريخ والأساطيل وإمداد إسرائيل بكل المعدات لسببين. السبب الأول طمعنة إسرائيل، لأن إسرائيل حصل فيها خوف شديد جدا. السبب الثاني هو منع أي طرف إقليمي أن يتدخل لمساعدة المقاومة الفلسطينية، وإلا هيكون مصيره الضرب من الأسطول الأمريكي سواء في منطقة الخليج أو في البحر المتوسط، ومعه الأساطيل لدول الثلاثة فرنسا وبريطانيا وألمانيا. فمن هنا حصل فيه نوع من تحييد الأطراف الأخرى وترك إسرائيل بكل ما لديها من أسلحة ومعدات لتخرب وتدمر وتقتل. إلى الآن وصلوا إلى حوالي 17500 قتيل وأكثر من 45000 جريح، ودمرت أكثر من 50% من منطقة غزة. ومع ذلك لم تستطع أن تحرر أسير واحد، ولم تستطع أن تلقي القبض على أي قيادي كبير من قيادات حماس أو المقاومة الفلسطينية بمعنى صح. فمن هنا الولايات المتحدة وفرت مظلة عسكرية، مظلة سياسية أنها تمنع الأمم المتحدة تتخذ أي قرار، أو أي منظمة أخرى ليست الأمم المتحدة فقط، أنها تتخذ أي قرار يدين إسرائيل أو يوقف القتال. الرئيس الأمريكي بنفسه حضر اجتماع مجلس الحرب الإسرائيلي، هو وزير الدفاع الأمريكي ووزير الخارجية الأمريكي، وأقره خطط الحرب على غزة التي تقوم بها إسرائيل. وبيتابع وزير الدفاع الأمريكي مع وزير الدفاع الإسرائيلي متابعة شبه دورية تطورات الحرب. موجود خبراء جابوا لهم 2001 خبراء في حرب المدن في أفغانستان وفي العراق عشان يساعدوا الجيش الإسرائيلي، لأن الجيش الإسرائيلي كان بيقوم على عقيدة عسكرية أن الهجوم خير وسيلة للدفاع، وإن المعركة تكون خارج أراضي إسرائيل. هذه المعركة اللي عملتها طوفان الأقصى كانت هجوم من طوفان الأقصى وداخل أراضي إسرائيل، فده يعتبر يعني كسر كبير جدا للأمن الإسرائيلي. كل المحاولات يعني بتحيدها الولايات المتحدة الأمريكية. الدول العربية موقفها اجتماعات ومؤتمرات وقرارات وبيانات وشك ويعني ولا شيء بعد ذلك. يعني فبالتالي المقاومة الفلسطينية في موقف صعب جدا، وفي إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية بيتكلموا أنه لابد من القضاء على حماس، ووصفوها بأنها منظمة إرهابية. يعني ناس بتدافع عن أرضهم وبتدافع عن استقلالهم، ده منظمة إرهابية. طب ماذا بعد؟ يعني هل سيقضوا على حماس فعلا؟ تحدثوا عن ضرورة عودة السلطة الفلسطينية إلى غزة، وقالوا في سلطة فلسطينية مجددة. مجددة يعني في الانتخاب. هل لو أجريت انتخاب في فلسطين الآن في الضفة الغربية وغزة، وعلى فكرة حماس نجحت في الانتخابات التشريعية وأنا كنت بلعبها في 2006، حصلت على 20 مقعد نيابة عن منظمة الاتحاد الفلسطيني في 2006. فما بالك النهاردة بعد العملية اللي عملتها طوفان الأقصى وزيادة شعبيتها لدى المواطن الفلسطيني اليائس اللي عايش في الحصار. فهنا في حالة ارتباك، تتكلم عن حد الدولتين. طب حد الدولتين في ظل الحكومة الإسرائيلية الحالية استحالة، لأنهم لا يريدوا أن يعترفوا بأي دولة فلسطينية، واستطاعوا خلال 30 سنة ان هم يمنعوا قيام دولة فلسطينية. طيب معناها لابد من تغيير الحكومة الحالية. انتخابات هتخش في يونيو، في يوليو يكون دخلنا في الانتخابات الامريكية في نوفمبر، استلام الرئيس الجديد في 25 يناير 2025. يعني معناها من هنا ل 2025 هندور في حل الدولتين، حماس منظمة التحرير تيجي في غزة او ما تجيش. وبعدين تجاهلوا تماما. طب حماس فين؟ افترضوا ان خلاص هيتم القضاء عليها، وانها لم تقبل، انها لم تكن لها وجود، وان اللي هيجي هو منظمه التحرير. عرضت ان يبقى في
حكومة ائتلافية تشارك فيها حماس. وهنا ممكن يستعينوا بتجربة عملها حزب الله في لبنان عندما كان فيه غضب كبير جدا على حزب الله، رغم ان حزب الله ما عملش اي عملية ارهابية ضد اي دولة وله اعضاء في البرلمان واعضاء في الحكومة. ففي فترة كان فيه غضب شديد بالذات من دول الخليج، فلجأوا لحل كويس ان هو يختار اعضاء مستقلين يمثلوه في الحكومة. فده ممكن تعمله حماس او حركة المقاومة الفلسطينية في غزة، ان هم يختاروا اعضاء مستقلين يمثلوه في الحكومة اللي هتحكم الضفة الغربية وغزة، الى ان يبت في مسألة حل الدولتين. من كتر يعني الضجر والاستياء اللي اصاب الوفد العربي الاسلامي اللي كان موجود في نيويورك اثناء التصويت على القرار الاخير او مشروع القرار الاخير لمجلس الامن بوقف القتال، ووجهت الولايات المتحده الامريكيه اهانه، وانا لسكرتير عام الامم المتحده اللي استخدم المادة 99 عشان يبقى لازم إجباري إن لازم مجلس الأمن يجتمع ولازم يفحص مشروع قرار، وصوتوا ضد القرار إهانة للوفد العربي الإسلامي وإهانة لكل الدول اللي أيدت ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار. لم تكترس الولايات المتحدة من هذا كله، وتحدثوا مع الوفد عن حل دولتين. فاضطر وزير خارجية السعودية يقول يعني حل الدولتين فيما بعد وقف اطلاق النار، نحن الان نريد وقف اطلاق النار وضمان الامدادات الكافيه الى الشعب الفلسطيني في غزه، وضروره ان احنا نرفع الحصار ونمدهم بالغذاء والماء والدواء ونوقف هذا الدمار والخراب، ثم بعد ذلك نوضع خطه محكمه قابله للتنفيذ لحل الدولتين. هل هيحدث هذا؟ هل الإدارة الأمريكية القادمة هتكون إدارة يمينية يعني تكون أقل تطرفا من الرئيس بايدن اللي كلما زال إسرائيل يقول ليس بالضرورة أن يكون يهوديا أنا صهيوني وأفتخر بذلك؟ يعني هل سيأتي ترامب أم من واحد ثاني أشد تطرفا؟ فهنا يعني الدول العربية في موقف المتفرج باستثناء تقديم المعونات. بتقديمها الجمعيات والحكومات مجرد معونات ولا يستطيعون ادخالها الى بموافقه اسرائيل. فهنا موقف صعب للغايه وبالغ الصعوبه. نامل ان في بكره اجتماع للجمعيه العامه للامم المتحده في حاجه اتعملت اثناء الحرب الكوريه اسمها يونايتد فور بيس، يعني الاتحاد من اجل السلام. عندما يفشل مجلس الامن في اتخاذ قرار نتيجه استخدام الاعتراض او الفيتو يحال الموضوع الى الجمعيه العامه للامم المتحده لمناقشه نفس القرار واتخاذ قرار بشانه. لو حصل على التلتين يبقى بنفس كانه صدر من مجلس الامن، ودي حصلت كذا مره في قضايا وازمات مختلفه. فنعلم ان بكره يقدروا يحصلوا على التلتين ويبقى القرار، ومع ذلك يظل القرار في مقام التوصية لأنه في معادل للفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة خاصة مجلس الأمن، أن هذه القرارات تدعو الأطراف إلى التفاوض من أجل وقف القتال وضرورة وقف القتال وإمداد المعونات وتوصيل المعونات إلى المشردين، لأن في حوالي 1.2 مليون عايشين خارج بيوتهم الى جانب اللي دمرت منازلهم. فدي عمليه محتاجه مليارات لاعاده الاعمار واعاده ترميم ما دمرته اسرائيل التي لا ينتظر. يعني في جوزيف بوريل وهختم اللي هو قاله، قال ان من الصعب القضاء على حماس لان حماس ليست مجرد مجموعه افراد وانما هي فكره، والفكره لا يمكن القضاء عليها. وشكرا لاستماعكم. شكرا جزيلا.